اروح لدكتور جاد يعني عشرة العمر وزميل الملاعب. حبيبي خلاص. قول لي يعني انت لما جيت توليت المسؤوليه، انا عارف طبعا علاقتك بكوتش ايهاب علاقه كبيره، وفي قبل العلاقه الشغل في علاقه صداقه. انت قلت انا لازم اضيف حاجه للفرقه، انا لازم اعمل حاجه. ايه اللي انت شفته الفرقه محتاجاه؟ والله في البدايه يعني الواحد دايما بيحب ان هو يعني بالنسبه لي انا بحب اخد حاجه تكون فعلا مثلا مش محققه، انا بحس بان انا بحقق حاجه شخصيه ليا. لما الكابتن ايهاب يعني قال لي انا كنت مبسوط جدا بان هو يعني اختارني، وحطينا ايدينا في ايدين بعض، وكان يعني قدامي تحدي ان احنا نقدر نرجع الفرقه دي للمكان اللي هي تستحقه والمكان اللي هي موجوده فيه. كنت حاسس ان في امكانيات وفي بالظبط، هو ده اللي انا كنت عايز اقول لك عليه، نقدر نجيب بطولات فعلا. الفرقه فيها امكانيات، امكانيات دي وجابت بطولات، فانت كنت شايف ان ده لا الفرقه فعلا نعمل. الفرقه فعلا فيها امكانيات، فيها عناصر كويسه جدا، سنها صغير، بس كان اللي محتاج ان ازاي يتعمل بلان للفرقه دي ان هم يستغلوا كل القدرات اللي عندهم. وهم بصراحه كانوا يعني متعاونين جدا في ده، ان هم يعني الكوتش لما بدأ يوجههم ويحطهم في المكان اللي هو روح الفانلة الحمراء انتوا تستحقوا، الكابتن ايهاب كان دايما يكلمهم عن ان انتوا من حقكم، ده حقكم ان انتوا تكسبوا لمده 10 سنين قدام. مفيش فرقه في مصر عندها الامكانيات دي، مفيش في بنات، ناقصكم بس الثقه وان انتوا تصدقوا ده. صحيح، حتى النفسيه. وكمان خليني اقول يا جاد، انت وانت لعيب كنت بتحب الديفنس قوي، كنت حتى تتطوع تمسك اللعيبه الجامده في الفرق الثانيه، معرفش التطوع ده كنت يعني كان دايما بيخليك تبذل مجهود اكتر. الحاجه الثانيه كنت بتهتم بالناحيه البدنيه، وكابتن ايهاب يعني مدير فني عاقل وحكيم، يعني الحمد لله مش بقول كده والله عشان لا ده عشان هو يعني محقق، لا ده الحقيقه، اداك مساحه. مش من نوع المدير الفني اللي بيقول لك لا التدريب كده يبقى هو كده، بيديك مساحه. لا هو حقيقي فعلا. كلمني عن مساحتك الفنيه اللي انت خدتها، اتصرفت فيها ازاي؟ الحقيقه ان ده حقيقي، كابتن ايهاب فعلا بيسيب مساحه وكل حاجه نحب نتناقش فيها. يعني لما يجي في اي مثلا شغل حاجه في السيستم عايزين نغيرها حاجه كذا، مثلا يقول لي ايه ده رايك كذا، واحنا متفقين يعني دايما نحب يعني في الاخر ياخد راي واحد وكلنا نلتزم بيه، وهو ده احسن حاجه. ان هو احنا متفقين ان لو في حاجه بنتناقش فيها وكده الراي النهائي اللي نتفق عليه اللي كابتن ايهاب بيقول ده هو الصح. دي لحظات يا كابتن الفوز، كابتن موسى وكابتن ايهاب، يعني لحظه حلوه يعني. حضن ده جميل، ده كابتن حضن المكسب ده. موسى ده مدربي، واستاذي ويعني زي ما انت شايف كده، مشاعر مش محتاجه كلام محترم. يعني انا بس اقول بس ان يعني اتفضل يا كابتن. على يعني على كابتن جاد، دكتور محمد جاد، بجد يعني كلام من قلبي. يعني انا فعلا محظوظ ان انا مع جاد. في يلا حته على الهوا دي يا كابتن جاد بقى، حته دي على الهوا اهو. يلا بجد والله، بس طول ما اثرتش معاك. كلام بجد، انا محظوظ ان انا معاه في الفرقه يعني.